كتحل السوق هنا مع 3:30 ودابا كاين البيع مالو علاش ما كاينش ما كاينش البهايم ما كاينينش ياك البهايم ما بقاوش داك الشيء اللي كاين بيو اييه داك الشيء قليل انت كتشوف القزره دابا ما كيجيو تيدورو تيعيا وتيمشي ها اللحم هو فايت 100 درهم ها هو بجوج بجوج الملايين ونص اللحم طيح ب 2000 2100 هاي لا كذبش عليك شي واحد عادي لا كان على اللحم لما 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 باعش ب 120 درهم ما يسلكش بالسكين السبب هو جات كورونا والمشكل ديال كورونا الناس ديك الساعه دائما ما لقاو بصح ما ياكلوها ما كاين دعم ما كاين شي حاجه اللي عاونتهم طاحوا في هذا المشكل هذا دابا هو ما كاين كاين غير الكذوب هذاك الشيء الشيء كله غير الكذوب دابا راه ماشي مشكل دابا قال السيد كيبيع لك العجل ها هو ها العجل باعوا لك بمليون و80 اللي كيمشي دابا للكسابي كيمشي دابا للكسابي دابا تيبي يشري شريش لي مليون و80 ما كاينش البقر ما كاينش دابا اللي باقي يطربط لا هو لا الغلا المشكل هو الناس ما جاتش الصابه دابا 6 سنين هادي ما كايناش الفلاحه كلشي بلاد هكا تيشري بالسكين ما مشكل هو هذا اللي وقع ولا ما كانش لا ما كانش شي حل يدخل البقر من برا صافي وقع المشكل من دابا وقع المشكل ما كرهناش ما نحن من بلاد بعيدة من هنا البقر ديال الصبليون ديال الصبليون اييه ترى كاين هذاك يفوتوا لي بعض المناطق اللي ما جاوش منا بحال هذاك الشيء ديال اش نقصوا نجريو حنا وياه هنا كاع عباد الله تنطحها كاع عباد الله تيخلي لها ضربه بغينا بقر سليم وكل شيء اي ساهل معروف بحال ديال البلاد بحال ديال البلاد البقر هي بحال هذا المشكل دابا ديال الحول ديال العيد الكبير باش الناس تيغوتوا الحولي ب 140 الحولي ب 120 الحولي ب 100 يجيو دابا يشوفوا دابا شحال داير دابا شحال كيدخلوا الناس دابا كيدخلوا ب 80 ب 70 صغير دابا شحال باقا دابا باقا 10 اشهر ما طاح حتى شي حاجه كل نهار كيتزاد ها اللحم البارح كان 1900 هو اليوم ب 2005 درهم كذب عليك شي كذاب ولا شي باش طايح باش طايح اللحم دعم الفلاح الرباط الرباط لك اللي داير الكواره مو حنا غنجيو هنايا غادي نشريو هنايا بجوج الملايين يعطينا واحد 5000 ريال نبيعوه ليه ولا 4000 ريال ونشريو الاخر هكذاك ونشريو الاخر هكذاك دعم مالي الكواره طالع عليهم وتضر عليهم وتشوفهم ودابا تاع البيع حابسين عليهم واش كانوا كيعاونوا كانوا كيديروا الربيع ويديروا الفصه ويديروا داكشي ما بقاش ما بقى حتى شي حاجه دابا الناس خلصت حتى حاجه هذاك راه جوج الملايين واش كاين الجوج تبارك الله ما شاء الله ها الاخر كان بجوج ونص تبارك الله اي هو راه كاين الثمن ها هو هذا هذا راه مليون ثمن هذا مليون طيح فيه الحال هذا طيح فيه 105 درهم 105 درهم كيلو مالو شحال فيه 130 كيلو اللحم ولا 140 جينا مع شي الربعه ديال الصباح السو غالي كاين الثمن كسيبه قليله واخا قليله شويه كاين الثمن كسابي غالي السو غالي الله اعلم من قد نقول لك والو والله كاين الثمن شلا الثمن كاين الثمن الناس ما تصافت كسابيش لا صافي كسابي غالي لا ما كايناش كسيبه قليله جفاف 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 والعلف غالي العلف شلا غلا صاحبي العلف بحال 80 ريال 80 ريال 80 ريال ما شاء الله 80 ريال الكيلو غار ناس قليله الكسيبه الناس كاين الثمن اللحم 100 درهم في البلاصه من غير الصير من غير كلشي طيح ب 100 درهم السبب الكسيبه قليله الكسابه ما بقاوش عندهم الكسيبه بقى تاع موالين الكره الكبار وهذاك الشيء اللي الصغار ما عندهمش لا ما بقاش الكساب الصغير ما تقلبش عليه مازال البقره اللي غادي تولد راه ما بقاتش ما كايناش السمي يعطيها الماكله ما كايناش الجفاف الجفاف حتى هو راه 5 سنين هذه ولا 6 سنين الناس هازين الدق صابرين باعوا الناس صافي في الدواء داك الشيء اللي عندهم ما شاء الله كافي كافي ولكن كاين الثمن كاين الثمن طالع كاين الثمن طالع هي طالع هو راه حنا طيح في السوق 100 درهم في البلاصه 100 درهم في البلاصه عاد الصاير عاد المصاريف ديال الجزار والقرنه وزيد الزيت وتكرف الصيين دابا ني ترى تيشري كسب بجوج المنيون جوج ونص شحال باش يزيدو تاع الصير 6000 درهم ولا 7000 درهم اخرى ديال الصير شحال يتقام عليه شحال باش يطلع كاع ما يشيط ليه والو ياخذو فابور ودروك اللي هزيتي ما قضيتي به شي غرض قول من 2022 2023 تزاد السوق ما بقاو عندنا في الباديه كاع ما بقى فيه والو هادشي ما بقى لا النعيجات لا البقرات لا والو شكون الجفاف ما بقى عنده والو اش باش يشري دروك اللحم غالي 100 درهم باش تيضيع 100 درهم دابا 100 درهم من السوق من البلاصه قبل الساعه راه قبل ديك الساعه 55 هذاك الشيء مشى هذاك الشيء هذاك الشيء مشى في 2000 2004 2006 ما درك راه اللحم 100 درهم المعلم هما اللي عندهم تيشريو العلف الثمن تيشريو ما تلقى والو المسكين ما بقى عندهم شيء ما بقاش الباديه كاع ميته السلام عليكم